باحثة في التحول الرقمي وهي مروة سعودي، طبعا باحثة في جامعة تالين وطالبة طالبة الدكتوراه في نفس الجامعة، بتعتبر واحدة من سيدات مصر اللي قدرت انها تتميز في مجال الذكاء الاصطناعي، وركزت في دراستها على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يمكن ده موضوع مهم جدا بيناقشه العالم دلوقتي، يمكن متخوف منه كمان العالم من الذكاء الاصطناعي. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، شفت الست اللي جابت عملت زوج اصطناعي بالذكاء الاصطناعي؟ شفت، وشفت الروبوت كمان اللي قال انه الذكاء الاصطناعي مع الوقت ممكن يكون خطر على البني ادمين. فموضوع شائك جدا ومهم. هل ده بقى ليه علاقه بالاخلاقيات بتاعه الذكاء الاصطناعي اللي اتكلمت عليها باسنت؟ خلينا نقول ان مروه سعودي اللي اتكلمت عليها باسنت هي ايضا ناشطه في مجال تكنولوجيا التعليم، بالاضافه انها بتشتغل ايضا في مجال التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي في مصر، وتم اختيار مشروعها واحد من ضمن المشروعات الخاصه من قبل تحالف اي بلس لبناء نظام تعليمي اخلاقي للمدارس المجتمعيه في صعيد مصر. المهندسه مروه سعودي الباحثه بجامعه تالين باستونيا، والف مبروك ومنورانا في صباح الخير. هي هتبقى تليفون معانا دلوقتي. صباح الخير عليكي. صباح النور. اهلا بيكي. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. كلمينا عن اخلاقيات الذكاء الاصطناعي الاول يا باشمهندسه، لان احنا ربما الحاجات دي من الاشياء اللي العالم كله دلوقتي بيركز عليها. يعني الذكاء الاصطناعي اذا كنا احنا بنعتمد عليه ان هو ينظم حياتنا او يفعل ما يتم وجوده على ارض الواقع، هل في علم جديد اسمه علم اخلاقيات الذكاء الاصطناعي نعول عليه في ضبط هذه المنظومه؟ هو بس العلم ما يعتبرش في حد ذاته جديد، النقاشات دي كانت موجوده منذ بدايه الكلام عن الذكاء الاصطناعي في الخمسينات. متفقين. وبدات اغلب اللي هم السكولرز والفلاسفه في هذا الوقت يتكلموا عن ايه اللي هيحصل لو بدا السمارت ماشين او ياخدوا او اللي هو ما نسميه الان بالذكاء الاصطناعي، لو الموضوع ده تطور ازاي هيقدر يكنترول حياه الانسان وهتاثر على حياه الانسان ازاي، وايه اللي ممكن يحصل اخلاق يعني من تداعيات للموقف ده او المخاطر المحيطه باستخدام الذكاء الاصطناعي. فالحوار ده كان مفتوح من زمان، ولكن موضوع اخلاقيات الذكاء الاصطناعي مؤخرا شهدت يعني اهتمام واسع. بدات مجموعه من الدول في اخر 5-6 سنين تحط استراتيجيات علشان تنظم التعامل مع الانظمه اللي بتعتمد على الماشين ليرنينج او الذكاء الاصطناعي وهكذا لحمايه الدول، لحمايه نفسها، دي اهم حاجه. ولا حمايه البشريه؟ طيب، لا معلش، انا بس عايزه اقف عند النقطه دي مع حضرتك يا استاذه مروه واتكلم في النقطه دي بالتفصيل. انا دلوقتي مش فاهمه، يعني دلوقتي الروبوت ده بياخد معلوماته منين؟ مش المهندس اللي قام بتدخيل المعلومات بتاعته او الكودينج بتاعه هو اللي مديله المعلومات دي؟ هل النهارده الروبوت دي لا، ما بيديلوش المعلومات، هو بيديله الطريقه اللي هو يمانج بيها المعلومات او يبروسس بيها المعلومات، تمام؟ بيديله الالجوريزم اللي هو طيب، يبقى الالجوريزم او الكودينج اللي هو بيدخله له ده في يعني خلينا نقول باريرز معينه ما ينفعش يتعداها الروبوت ده، ازاي بقى بيقوم هو بتحليل بيانات ثانيه فيقدر ان هو في المستقبل يحتال على الانسان مثلا؟ ده كان الاسلوب القديم في التعامل مع الروبوت او مع الانظمه الذكاء الاصطناعي. دلوقتي احنا شغالين على بطريقه مختلفه اللي هو ازاي يقدر هو يكون قادر على اتخاذ القرار، تمام؟ فالاول كان بيعتمد ان هو بيشتغل في بيئه ليميتد، يعني بمعنى عشان ابسطها للناس، مثلا لو انا ببرمج الروبوت ان هو يلعب شطرنج فتعتبر البيئه دي بيئه محدوده لانه عارف الاحداثيات بتاعه الشطرنج كويس قوي، عنده داتا كثيره خاصه بموضوع لعب الشطرنج، وبالتالي هو بيتصرف في اطار محدود، يعني ما ينفعش روبوت يكون متميز في الشطرنج يسوق العربيه، مش هينفع يعمل حاجتين زي الانسان يعني. ولكن دلوقتي احنا بدات التطبيقات تتوسع بحيث ان احنا والطريق طرق البرمجه تتوسع وحصل ديفلوبمنت في التكنولوجيا نفسها، ان هو لا ازاي انا هو خلاص بقى عنده ستورج وتخزين لبيانات كثيره جدا، فبناء عليها يبدا هو يتخذ القرار بشكل الانسان نفسه مش عارف ازاي هو تم اتخاذ هذا القرار. طب خليني كده، بنسميها مشكله البلاك بوك، يعني الصندوق الاسود، هو اخذ قرار بطريقه معينه واحنا مش عارفين كمبرمجين او ديسيجن ميكرز او ايا كان الشخص اللي موجود في المنظومه، هو مش عارف هو
قام باتخاذ القرار ده بناء على ايه؟ المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في شركه جوجل استقال لان هو شايف ان في خطر على البشريه بيهدد هذا الامر، في الوقت اللي كان فيه ترند العالمي امبارح ان في سيده في الولايات المتحده قامت بتصميم شخص قالت ان هي بتوعده عن طريق الذكاء الاصطناعي، وقالت ان هي مش متخيله ان هي ممكن تقابل واحد بشر، لا هي شافت ان هي هذا الشخص اللي صممته، صممت شكله وصممت اسلوبه وصممت طريقه كلامه الرومانسي اللي بيكلمها، ان هو ده افضل حل ليها. البشريه في خطر يا دكتوره والعالم كله بيتكلم عن هذا الامر، هل ما يعرف باخلاقيات الذكاء الاصطناعي ممكن تحمينا من هذا الامر؟ هو خلال اخر شهر مايو اجتمع الجي 7 اللي هم الدول السبعه الكبار علشان سرعه الوضع اللي هي الريجليشنز والقوانين. خليني اقول ان الريجليشنز والقوانين ما كانتش في لسه مش حديثه امبارح، هي كان بقى لها عده سنوات دول بتعمل عليها، ولكن لم ما كانتش بتشد انتباه العالم كله زي دلوقتي، وما كانتش ماشيه بالسرعه اللي كانت التكنولوجي بمناسبه سرعه التكنولوجيا. فبعد بقى ما طلعت التطبيقات الحديثه مؤخرا وشات جي بي تي بدات الدول لازم بتتحرك بسرعه فائقه جدا، والجهات الكبيره الاو اي سي دي اليونسكو كانوا اوريدي بداوا يحطوا قبل موضوع شات جي بي تي وكده بعض القوانين الريجليشنز والاطر، ولكن بداوا يتحركوا اسرع يعني، وبدا الاتحاد الاوروبي يتحرك اسرع في وضع الاطر والاطر التنظيميه لحاجه زي كده. ففكره احنا هل احنا على خطر او مش على خطر، الخطوره مش يعني هي بس مفهوم الخطوره واسع شويه. فكره ان هو طبعا الديب فيك ان انا ممكن افبرك اي حاجه وتبقى بتتكلم وافبرك شخصيات وافبرك حاجات، دي من اكبر الخطوره ومش مرتبطه بشات جي بي تي، دي كانت موجوده من قبل كده وكانت لها خطوره، ولكن بدات الدول تاخدها بمحمل الجد مؤخرا اكتر من الاول. فاخلاقيات الذكاء الاصطناعي مش هيتم تطبيقها ولا تفعيلها الا اذا كانت الدول القائمه كل دوله عارفه ازاي ايه الضرر وايه اللي هي لازم تعمله، يعني ان ما كانش في سياسات قويه من كل دوله بتحمي بيها الدوله بتاعتها، هنا لن يكون لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي اي اثر. للاسف انه ده كمان ما بقاش في ايد دول على قد ما هي في ايد اشخاص، والاشخاص انت ما تقدريش تتحكمي في نياتهم. ده حقيقي، لان طيب. في امبراطوريات تملكها اشخاص حاليا بتتحكم في شركات كبيره جدا. كل واحد ليه وجهه نظره وليه فكره وليه بالمعتقدات بتاعته. طيب باشمهندسه مروه، حضرتك ركزتي دراستك على الذكاء الاصطناعي الاخضر، انا عايزه اعرف ايه هو الذكاء الاصطناعي الاخضر؟ احنا الذكاء الاصطناعي سواء المسؤول او الاخضر بيتم فيه درج تاثير البيئه على تاثير الذكاء الاصطناعي على البيئه. في توجه كبير جدا ان احنا بنقعد نتكلم نقول طب ايه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامه والسستينابيلتي ومساعدتنا لحل مشاكلنا، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار ان الذكاء الاصطناعي ده ما بينزلش علينا من السماء. يعني الذكاء الاصطناعي ده بيستهلك مصادر وموارد بيئيه وبيستهلك موارد طاقه كبيره جدا علشان يتم تدريبه وتاهيله ان هو يبدا يكون على يشتغل على السكيل الواسع ده. فبالتالي الذكاء الاصطناعي الاخضر بنشوف تاثير الذكاء الاصطناعي نفسه تاثيره هو السلبي على البيئه، لان هو على الطاقه اللي بيستهلكها قد ايه، الداتا سنترز اللي هو بتتحط عليها الداتا استهلكت ميه قد ايه وهكذا، والطاقه اللي بيستخدمها وهكذا. وطبعا ده مهم جدا لانه بيجبر الشركات الكبيره انها تعدل من سياساتها وطرقها للاستخدام، يعني مثلا بدل ما تستهلك الطاقه الغير متجدده لا تشغل الداتا سنترز بالطاقه المتجدده. طب الميه اللي بتستهلك عشان التبريد بتاعت الداتا سنترز ازاي يتم معالجتها وهكذا بدون وجود اثر على البيئه. وعشان كده مهم الدراسات اللي بتطلع الخاصه بالذكاء الاصطناعي الاخضر، هي مهمه عشان مع وجود سياسات قويه بتبدا الشركات الكبيره جدا دي انها تغير من طرق الطريقه اللي بتتعامل بيها مع الذكاء الاصطناعي في البرودكشن. في الحقيقه هو موضوع كبير، واعتقد ان الدول او العالم كله محتاج لتكاتف فيه. على اي حال بنشكرك دكتوره باشمهندسه مروه، مهندسه مروه سعودي الباحثه في جامعه تالين في استونيا، شكرا جزيلا لحضرتك. وانا شايف مش الموضوع خطر، انت قلتي جمله مهمه جدا اقدر احكمها ازاي طول ما هي افراد،
خليني اقول لك ان الكوبي رايتس من كام سنه كانت حلم، النهارده لو تقدري تعملي يعني اي فيديو على اي موقع من مواقع التواصل وانت حاطه فيه مزيكا من غير ما تستاذني المؤلف بتاعها تقدري؟ لا ما اقدرش. طيب بص خليني اقول لك ان الموضوع في الاول في الاخر بزنس، واحنا اللي بنقدر نتحكم في احنا عايزين نعمل ايه. بلاش نبقى كلنا بنمشي او بنجري ورا الترند ايا كان الترند ده ايه يا جماعه. يعني النهارده كلنا خايفين من الذكاء الاصطناعي، كلنا خايفين من مش عارفه ايه. شركه كبيره عالميه طرحت نظاره في السوق زي الفي ار كده، اللي احنا كنا متخوفين ان العالم كله هيبقى بقى قاعد 24 ساعه في عالم افتراضي لابس النظاره دي، بعد ما كانت بس لعبه في البيت لا ممكن دلوقتي انت تلبسها. النظاره دي تتعدى سعرها النهارده 3400 دولار تقريبا، 3900 خلاص يعني 4000 دولار. احنا بنتكلم في رقم مهول، ولكن الناس ممكن تتداين عشان تجيب حاجه زي دي عشان بس تبقى اسمها مواكبه العصر او مواكبه الترند. بعض الاباء والامهات هيقولوا طب انا ابني ده تكنولوجيا انا هعلمه انا هعلمها. ده يا جماعه يعني ما ينفعش ان احنا مثلا نبقى بننساق ورا الترندات زي ما بيقولوا. الغرب دايما بيدينا افكار ويرجع يقول احنا لازم نحارب او نعالج الافكار دي. أيوة يعني احنا عملنا افكار وبعدين يلا بقى نعالجها. بس الذكاء الاصطناعي برضو في حته تانية برضو مفيد. مفيد هو أكيد. مفيد طبعا، لكن زي ما دكتور بس الديب فيك مثلا لما انا النهارده قالت صور، شفت صور ترامب المضروبه اللي انتشرت على الانترنت او صور زي ما مهندسه مروه قالت انه كان مفيد لما كان ليميتد او كان محدود في بيئه معينه، لكن النهارده احنا بنتكلم شات جي بي تي بيخلي اي حد طالب في ثانوي ولا طالب في اعدادي ممكن يخش على شات جي بي تي. الانفتاح المعلوماتي الكبير قوي ده انا بشوفه مش احسن حاجه في الدنيا، وبنتمنى ان احنا بقى كمستهلكين خليني اقول ما ننسقش ورا بقى كل ترند بنشوفه بيعدي قدامنا يلا نجرب ده يلا نعمل ده. لا خالص، يعني مش ما نديش اهميه وما ننسقش ورا ده، ومش هنلاقي بقى في يوم من الايام زي فيلم اي روبوت كده الروبوت داخل علينا البيت بيقول لنا اقعدوا مكانكم بقى والكلام ده. لا ده ممكن يحصل، يعني بنتمنى يعني ما يحصلش. لا والله شاكي. ممكن يحصل بجد، بس يعني احنا فعلا العالم لو ما عملش او ما اشتغلش كويس على قصه اخلاقيات الذكاء الاصطناعي احنا في خطر. النهارده التطبيقات دي واخدانا لغايه فين؟ ان لم يحدث نوع من انواع التكاتف ونوع من انواع فعلا العالم يتحد من اجل هذه القضيه، وان التطبيقات زي تشات جي بي تي ما تبقاش متاحه للعوام بالشكل ده، حقيقي محتاجين شغل على القصه دي والملف ده بشكل كبير.